ليلة هادئة. أليست هي الشفاء الذي يتوق إليه القلب من عجلة الحياة التي تلف بنا دون أن نعي ما الذي تريده منا؟ ليلة هادئة قد تكون سفينة الخلاص التي تنقلنا إلى شواطئ الذات، حيث تنبت ورود الفكر والتأمل العميق. على أرصفة هذه الليلة الساكنة يمكنني أنا وأنت النهوض، منتصبي القامة، رافعي الرأس بشموخ المتيقن من مجده القادم. لقد مللنا التحقير الذي تجلدنا به تلك الخلية، خلية ادعوا أنها سبب وجودنا الوحيد، وأننا والحيوانات سواء. البارحة نظرت في مرآتي المقدسة، وكم أدهشني أنها أرتني نفسي عملاقا أخترق الغيوم وتحلق الطيور عند ركبتي. لطالما أخبرتني هذه المرآة بأن كلامهم عن تلك الخلية هراء، وأني أعظم مخلوق في الوجود، وأن خالقي ما خلقني إلا ليعطيني الفرصة لأطور نفسي، فأستحق أن أشاركه إدارة الكون. هات يدك، ادخل معي في مرآتي لندخل على ربي وتسمع منه هذا الكلام بنفسك. لا تخف من عظمة ربي، فهو يحبك. لا تندهش من شدة جماله، فهو سيجمل مستقبلك. لا تحتقر علمك أمام علمه، فهو معلمك ومعلمي. فقط أنصت إليه بخشوع، فقد حان وقت خطابه. هذا خطابه الثاني، الأول ألقاه قبل 1444 سنة. يا عبادي، ما خلقتكم لكي أعذبكم ولا لأراكم متعبين، خلقتكم لتكونوا أبنائي، فأنا الرب المربي. والتربية المثالية لا بد فيها من مصاعب لتصنع الأبطال. أدخلكم في الامتحانات حتى تثبتوا أنكم مؤهلين لتنضموا إلى المجلس الاستشاري الأعلى، فتصبحوا مستشارين لي، فلا أنفذ أمرا خطيرا إلا بعد إجماعكم. بل ربما يثبت أحدكم الصدق في تهذيب نفسه وتعليمها وتطويرها إلى حد أن يجعله الله ربا لكون من أكوانه، كما جعلني ربا على هذا الكون.
لقد كنت مخلوقا ضعيفا مثلكم، فصدقت فزودني الله بأعلى قوة يمكن أن يصل إليها مخلوق. وقوتي هذه مبنية على العلم بقوانين الكون واستثمارها أحسن استثمار، ولهذا جعلوني قدوة لكم لتتنافسوا في الاختراعات والتقدم العلمي. لا تقلقوا، سألهمكم وأوجهكم. يا عبادي، الله الذي خلق هذا الكون يعيده إلى بدايته كلما وصل الكون غاية نضجه، فما عمركم مقارنة بالدورة الكونية الحالية؟ وما عمر هذه الدورة الكونية مقارنة بمليارات الدورات الكونية؟ ففي نهاية كل دورة يحاسب الله المخلوقات العاقلة مثلكم، ويمنح التي نجحت في الامتحان شرف عضوية الملأ الأعلى. بما أن عدد أعضاء المجلس في ازدياد دائم، فالقرارات المنبثقة عنه تتغير في كل دورة كونية. في دورتكم الحالية صدر القرار بالإجماع على أن يتم خلقكم بمواصفاتكم الحالية، لتكونوا قادرين باختياركم على تطوير أنفسكم أخلاقيا وعلميا. ثم نفذت أنا هذا القرار وخلقت أجسامكم بنفسي، والله بعد ذلك زرع فيكم العقل العميق الذي يميزكم عن بقية الكائنات. فلا يولد الواحد منكم ملاكا ولا شيطانا، بل كائنا حياديا، وبعد ذلك يختار أن يطور من قدراته في واحد من الاتجاهين. في المقابل لا تقلق، لو أنك لم تستطع أن تحقق المثالية أو الكمال، فالمهم هو أن تبذل أقصى طاقتك، وأنا أقبل منك كل عمل ما دمت صادقا فيه. فحتى أنا أبذل أقصى طاقتي لأنفذ مهمتي الكونية على أكمل وجه يرضي الله، وهو يتقبل مني ويتغاضى عن التقصير في حالي بدر مني. لذلك لو أنك لم تفهم الحكمة من حدث معين، وأبى عقلك إلا أن يصوره لك على أنه نقص في هذه الحياة، فأن تنسبه لمحدوديتي هو خير من أن تنسبه إلى الله، فالله هو المطلق الذي لا يبدر عنه أي نقص، ولا يمكن لمخلوق أن يراه بعينه، ولا حتى أنا، لأنه خارج الزمان والمكان وفوق كل ما خلق، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك.
في الوقت ذاته هو لا يبتعد عني ولا عنكم، لأنه يمدنا بالوجود في كل لحظة، ولو تخلى عنا فسنفنى نحن وهذا الكون جميعا. ولو أنك طورت من أخلاقك وعلمك واستحققت دخول جنته فلن تجد فيها أي نقص إطلاقا، بل ستدهشك.